مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. المثقف الفلسطيني اول من يقاوم واخر من ينكسر، تلك مقوله قالها احد قاده الراي والمقاومه في فلسطين، وهو الدكتور الراحل الشهيد فتحي الشقاقي. لكن الواقع الحالي في فلسطين يؤكد ان المثقف اول من يقاوم ولا يقبل فكرة الانكسار، إذ إنه يحمل هم قضية ينبغي عليه أن ينافح في سبيلها ويكافح حتى يستعيد حريته في أرضه كاملة غير منقوصة. مشاهدينا من فلسطين معنا عبر الإنترنت الشاعر الأستاذ حسام غنم. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا رائد الشعر والقصيدة. أسعد الله أوقاتك أستاذ مصطفى وأوقات جميع السادة المستمعين والمشاهدين، وأسعد الله صباحكم من فلسطين ومن شمس فلسطين. من شمس فلسطين التي لا تقبل إلا أن ترسل دفئها لأبنائها وتلفظ الغزاة ولا ترضى بهم. من هناك لابد من رسالة إلى غزة، إلى الكل الفلسطيني الذي يرفض فكرة التصدع، وإنما هو جسد واحد لا يمكن فصله ولا يمكن تجزئته أو تقسيمه. تفضل شاعرنا أستاذ حسام. بالطبع إن كنا في الضفة فنحن ننبض بنبض غزة وقلب غزة، غزة التي ملأت العالم كرامة وكبرياء وصمودا وتحديا وانتصارا بإذن الله. يا سلام. قبل أن نذهب إلى الشعر وإلى حديث عن غزة وفلسطين و فكرة الصمود الفلسطيني الأسطوري المتواصل وفكرة رفض المحتل التي يشارك الشعب الفلسطيني بها، كذلك الشعب العراقي منذ 2003 وما قبل ذلك، فكرة رفض الظلم أو الاستسلام والرضوخ أمام كل ظالم. أستاذ حسام، توطئة بسيطة عن حسام غنام قبل ما نذهب إلى الشعر، حدثنا عنك بالقليل مما تود أن يعرفه عنك الجمهور العربي والعراقي والفلسطيني على حد سواء. تفضل أستاذ حسام. يعني حسام غنام ببساطة أقولها فلاح بسيط يدعي أنه يكتب الشعر أو يحاول أن يجيد الشعر، ضابط شرطة متقاعد الآن، وأمارس الحرف اليدوية. طبعا الشعر لا يعتبر ممارسة، هو سلطان مروح، فلذلك لا أدعي، وإنما أنت شاعر، وفكرة عدم ادعاء الشعر إنما هو من إصرارك على يعني تخليق كل ما هو مبدع ورائع وينال إعجاب ذاتك وذائقتك قبل جمهورك الذي تحب، إذ إنك شاعر إنسان وقضية. إلى أولى القصائد التي تود أن تسمعنا إياها أستاذ حسام، ولك حرية أن تقرأ ما تشاء، تفضل، نحن جاهزون لنسمعك. اسمح لي بما أننا قد خذلنا كثيرا. نعم. سأقول: انقش انقش وصيتك الأخيرة من دمي، وأعزف على درب الخلاص ترنمي، فلقد نزعت من الحياة قيودها وربطت أشرعة الخلود بمعصمي. يا سلام. ورسمت حتفي في القريب معجلا، أدنيه مني كالحبيب المغرم. أذنت باسم الحق أرعد نافحا بالصور، يا نفحات صدري دمدمي. أبي على أهل التخاذل لعنة، وعلى أبات القوم عتقا نسمي. هذه موائدكم، حلال إنني حرمت موفور الطعام على فمي. يا سلام. أمشي على درب المسيح مخلصا قومي من الآلام، دمي مرهمي. إني عقدت النصر نية مقبل، أو أن تفارق أمر ربي مبسمي. انقش وصيتك الأخيرة من دمي، واقرأ على روح السلامة وسلمي. انقش وصيتك الأخيرة من دمي، واقرأ على روح السلامة وسلمي. يعني هذه القصيدة ينبغي أن تكون يعني مفتتحا ل
إبداع آخر يتجدد، وهذا يشي بالكثير من الجمال والكثير من الشعر الغاضب والثائر ويعني الملهب للذوائق ولكل من كان له قلب يؤمن أن قضية فلسطين لا تقبل القسمة إلا على أبنائها وتطرد ولا تقبل الغزاة. إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة طولة البال عند الفلسطيني، الصبر الطويل، الأمل بأن القادم لابد أن يكون فلسطينيا وأن الأرض لابد أن تكنس كل غزاتها، فكرة طولة البال هذه من وين بتجيبوها؟ قد يسأل الكثير من العرب والمسلمين أيضا. تفضل. يعني اسمح لي أجاوب بعيدا عن الدبلوماسية. الفلسطيني قاعد، يعني أرضه قاعد بتوشوش، هو أرضه قاعد بتخرف، هو أرضه يعني بيقدرش يتركها، مستحيل يتركها ويبعد عنها، ممكن يبعد عنها شوي لكن مستحيل يفارقها. فلذلك هو صاحب الأرض، هو صاحب وشوشات الأرض، هو صاحب زرع الزيتون، هو المستديم هنا أبا عن جد، فلا يمكن أنه يتخلى. ونحن واثقون إن شاء الله بوعد الله، هذا ما يعطينا الأمل وتربية الآباء والأجداد ومن زرعوا فينا هذا الأمل بأننا عائدون، يعني حتى نحن المقيمين في فلسطين نقول سنعود. نعم. سنعود مع معنى أنه سنطرد هذا المحتل ونعود لأراضينا جميعا في الداخل وفي كل مكان. نعم. أستاذ حسام، قد يقول قائل يعني أنتم لماذا تبالغون، أنتم في قطاع غزة، في الضفة، في فلسطين، لماذا تحملون أنفسكم فوق طاقتها؟ يعني الواقع ليس معكم، الظروف المحيطة لا تخدمكم، ومع ذلك تبذلون من دمكم، لماذا هذا البذل والاحتلال لا يزال قائما؟ لماذا كل هذه الدماء؟ قد يقول قائل، ماذا ترد عليه؟ نحن لم نبادر بحرب هذا المحتل، هو من احتل أرضنا وهو الذي يرتكب المجازر ويحاول أن يسيطر على كل قطعة أرض وعلى كل قطعة هواء وعلى كل قطرة ما في أرضنا. سنعيش في أرضنا، كيف سنعيش؟ سنرد عليه، على الأقل هو الصمود، إن لم يكن أعمال أخرى هو الصمود بحد ذاته، وهذا المحتل يرفض الصمود، يعني الصمود يقتله، في مقتل يصيبه، مجرد أنك فلسطيني في أرضك صامد ومرابط هذا يقتله، فما بالك في الدفاع. وبالمناسبة أحدثكم الآن والطائرة الزنانة في المنطقة، يعني هذه حياتنا، هذه هي حياتنا. هل أصبح مقدورا على الفلسطيني أن يعيش في هذه الظروف؟ هل الفلسطيني يعني راضي عن هذه الظروف أم أنها مفروضة عليه بحكم أنه أجبر على التعامل مع هذا الاحتلال ومواجهته؟ يعني بصيغة مختلفة، هل أنتم سوبرمان في فلسطين مثلا أم أن الظرف والظلم الذي فرض نفسه عليكم جعلكم تواجهونه، جعلكم الكفة التي تواجه المخرز؟ وظلم الاحتلال والدعم الدولي الفاسد الظالم واللئيم، إذا بسميه لئيم، دعم لئيم للمحتل. نعم. يعني يجبرنا على المقاومة في هذا، يعني الشعب الفلسطيني يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا، نحن شعب نحب الحياة، نحب الأفراح، نحب أن نربي أولادنا على الفرح، نحب أن نرقص في أعراسنا ونحيي الدنيا كلها، نحييها. يا سلام. ولكن سنقاوم حتى آخر قطرة دم. سنفرح كثيرا. سنفرح وسنؤجل حزننا أحيانا، وأحيانا نمارس حزننا ونمارس الفرح في نفس الوقت. وأكبر دليل على ذلك غزة التي تقدم ألوف الشهداء حاليا ومئات الشهداء يوميا، الأعراس قائمة. طبعا نعم. ليس عرس بمعنى احتفال، ولكن الحياة، الحياة والأمل والتشبث بالأرض والحق الذي لا يقبل أن يندثر أو أن يفرط به. أحسنت أستاذ حسام، يعني دعنا من حين إلى آخر نستمع إليك وأنت تتحدث ببساطة باللهجة الدارجة الفلسطينية، وقبل ما نواصل بالحوار نريد أن تأخذنا إلى قصيدة جديدة من القصائد التي أعددتها لتقرأها علينا في هذا
اللقاء. تفضل أستاذ حسام، نحن يعني نستمع إليك من جديد. يعني اسمح لي بمقطوعة قصيرة تفضل وأحكي لك قصتها هاي. خلينا نحكي بقصتها بالفلاحي. خلاص أعطينا أعطينا القصة قبل المقطوعة إذن، يعني احكي لنا القصة قبل ما تأخذنا إلى القصيدة. تفضل. القصة قبل، طبعا أنت بتعرف عندنا موسم الزيتون إحنا الفلاحين، صحيح، لازم نقوم نجد الزيتون. فالحج الله يخلي لي ويطول بعمرها قوموا خرطوا الزيتونات، قوموا خرطوا الزيتونات. فطلعت معي مقطوعة قصيرة. تفضل. سلامي ليس للزيتون أو للتين، سلامي ليس للزيتون أو للتين، ليس لشتلة الزعتر، ولست أحن للتفاح والليمون في بيارة الأجداد. لن ألقي سلاما حيث لا أشعر، ولن أجثو على الأطلال أبكي ظلها عصرا لترسم ريشة المنظر. سلامي، سلامي للذي نقضوا هنا سكنوا وقد عبروا، ليبقى التين والزيتون والتفاح والزعتر، فمن مروا هم الأطهر. فمن مروا هم الأطهر، ومن قروا هم الأطهر، ومن ظلوا هم الأطهر، لأن حقيقة الثوار في هذه الأرض تثبت أنهم الأجدر بأن يتأولوا الصف وأن يدافعوا عن أمة بأكملها. الإعلام الغربي الظالم أو المنحاز وغير الموضوعي، إلى جانب الكثير من أساس الأوروبيين والأجانب هناك في الغرب أستاذ حسام، في الأشهر القليلة الماضية تقريبا خلال 6 أشهر، هي مجموع الحرب على غزة التي نسأل الله أن تنتهي على يعني ما يفيد شعبنا لا سواه، هذا الإعلام المنحاز إلى جانب الاحتلال الذي يبرر فكرة ويجمل فكرة التدمير والقتل الذي يقوم به الاحتلال، ويعني يحاول أن يعني يفترض للاحتلال بعض الذرائع ويختلقها ويقول إن مثلا فعلة كذا أو مثلا عملية كذا هي التي جعلت الاحتلال يشن هذا الهجوم الموسع. طيب لماذا لا تنظرون إلى ما يحصل في الضفة الغربية من قضم للأراضي، من محاولات اعتداءات يومية، من هذا الاحتلال مجبول على القتل والدم ولا ينتظر مثلا ذريعة حتى يواجه الفلسطيني أو يقتله. ما رأيك يا أستاذ حسام وأنت الرائد الفلسطيني العامل في الشرطة كنت يوما، وقد ربما تكون تعرضت لبعض هذه المواقف وهذه الاحتكاكات؟ تفضل. يعني لمن يحاول اعطاء مبررات للاحتلال او يسوق انه الاحتلال ارتكب مجازر بفعل مسببات. نعم. فلينظر الى 47 و48. احسنت. يعني يبدا من 47 و48 وبعديها 67. يعني هذا احتلال ينوي القضاء على اي فكره مستقبليه لدوله فلسطينيه، وهو ليس بحاجه لمسبب، هو ربما وجد ثغرة ولكن لا تعتبر سبب بالنسبة للاحتلال. الاحتلال يدعي أن هذا السبب، لكن كلنا نعرف أن الاحتلال أسباب مخفية هي القضاء على أي دولة فلسطينية مستقبلية، وهذا ما بدأ بعد تدمير أوسلو. نعم. ونهاية بتهجير الشعب الفلسطيني. يعني الآن هدف الاحتلال الرئيسي تهجير أهلنا في غزة، وهذا إن شاء الله لن يحدث إن شاء الله، لأنه الشعب الغزاوي، طبعا أنا عذرا على مصطلح الشعب الغزاوي، ولكن أنا أتحدث عن شعب، عن أهلنا في غزة الآن. الأهل في غزة، نعم، هو أكثر رسوخا في هذه الأرض، راسخ كالراسخات، لا يمكن سلام. اقتلاعه مهما كانت المبررات والمسوغات والمغريات أنه أخرجوا، لن يخرج الشعب الغزاوي. أحسنت كثيرا أستاذ حسام. طيب أريد الآن منك إجابة تنطلق من يعني وعيك الثقافي لما يحصل هناك في فلسطين، كل فلسطين. الاحتلال الإسرائيلي أحيانا حتى يسوغ بعض يعني التصرفات التي يقوم بها، يلتقط أحيانا بعض صور لمن يتسوقون مع الاحتلال ويعني يحضرهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية. ألا ترى أن هناك محاولات لتشويه التراث وأنها مقصودة؟ يعني احتلال سرك الفلافل أستاذ مصطفى، بدوش يشوه كل معاني الوضع الفلسطيني. يا سلام. ومن المعروف أساسا أنه يعني
حتى المستعربين عندهم، اللي بعرفش المستعربين هم اللي بيقوموا بالعمليات الخطف والمهمات الخاصة، أساس لرداهم الكوفية حتى يحاولوا ينسجموا على ينسجموا بين الشعب الفلسطيني. نعم ولكن كل هذه المحاولات مفضوحة، يعني مكشوفة أمام الجميع، خاصة أمام الفلسطيني الموجود هنا. لا ألوم اللي في الخارج لأنه غير مطلع على جميع الأحداث، لكن هنا في حرب ثقافية، في حرب وجود على الأرض، في حرب حتى على شجرة الزيتون. لذلك دائما نقول لهم: أنا الزيتون يا غرقد. لا يمكن، أنت لك شجر الغرقد، نحن لنا الزيتون ولنا الكوفية والتين والزيتون والياسر. يا سلام، وحتما شجرة الزيتون العريقة والكوفية، الشاهد الحي على الحقيقة، حقيقة أن فلسطين لأهلها. حتما كل هذه الموروثات التي ورثناها عن الأجداد ستنتصر لهذا الدم، وستنتصر لهذه الأرض، وستثبت أن فلسطين ليست إلا لأهلها، وأن الغزاة إلى زوال طال الزمان أم قصر. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ حسام، سنخرج إلى استراحة قصيرة ومن ثم نتابع معكم. إذن مشاهدينا الأعزاء، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم كل الأحجار. أهلا وسهلا بكم، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، برنامجكم الأسبوعي أعزائنا المشاهدين عبر الإنترنت من فلسطين الحرة بإذن الله، وتحديدا من الضفة. معنا الشاعر الفلسطيني الأستاذ حسام غنم. أستاذ حسام، وقبل أن نذهب إلى الشعر من جديد، دعني أطرح عليك سؤالا قد يكون مشاكسا إلى حد ما. أيهما انطلاقا من تجربتك كان أشد وطأة عليك، السلاح الذي كنت تحمله بين يديك منافحا مكافحا في سبيل ما تؤمن به، ألا وهو أمن وأمان شعبك الفلسطيني في الضفة، والقصيدة من جانب آخر ورصاصاتها، أيهما كان له الوقع الأشد في نفس حسام غنام الشاعر؟ الصراحة هما مترابطان. يا سلام، إنك تخدم شعبك وتكتب لقضية شعبك، هذا ترابط لا يمكن ينفك منه، لا يا يمكن سلام. ينفكات منه. لكل من خدم في الأجهزة الأمنية بضمير الوطني الحر، نعم، لا يمكن أن ينفك عن شعبه. وكذلك القصيدة لما تكتبها للوطن، فأنت كتبتها لشعب كامل، لجيل كامل، فأنت تكمل هنا وهناك، ويكمل هذا كله دورك كولي أمر أبناء أيضا تربيهم على حب الوطن. يا سلام، فكرة الوطن الواحد، الوطن الذي يؤمن بالتعددية، الذي يؤمن بأن مختلف مكوناته تكمل بعضها البعض ولا تتناحر مع بعضها البعض، هذه الفكرة من المؤكد أن الكبار يورثونها لأبنائهم حتى يبقى الفلسطيني محبا لأخيه الفلسطيني، وإن اختلف معه في اللون والطيف السياسي، إلا أن فلسطين هي القاسم المشترك. هناك من يقولون إن الفلسطينيين محبون للاقتتال، محبون للفرقة، محبون للانقسام، محبون للتباعد والتناحر، لكن ربما كانت الحقيقة مخالفة لكل هذه التوقعات، التي أظن أن الوقت آن من أجل جلو غبارها وكشف حقيقتها. يعني لا ننكر أنه في خلاف وفي انقسام بغيض، الله إن شاء الله أنه بيزول بإذن الله، لكن صراحة الوضع في بين الجماهير مختلف عن بين السياسيين. نعم، لهم رؤاهم، أسأل الله أن يهديهم جميعا وينهي هذا الانقسام كلياته. لكن في أرض المعركة الكل يقاتل جنبا إلى جنب. يا سلام، وهذا ما نرى، هذا ما نرى في المخيمات عندنا في جنين، في طول كرم، في نابلس، وكذلك في غزة أيضا. يعني أنا بدي أحكي لك على الواقع اللي على احتكاك معه كابن مضفة. طبعا في غزة كل الفئات تقاتل. صحيح، فالانقسام عبارة عن حبر سياسي، بإذن الله راح يذوب هذا الحبر، مش راح يلاقوا وراكوا أخيرا. يعني بالنهاية فلسطين لا تقبل القسمة، فما بالك إنها تقبل قسمة أبنائها.
فلسطين للجمع فقط. إذن الدم الفلسطيني واحد والمصير مشترك والهدف فقط. هذا عدو لا يفرق. أحسنت، لا أحسنت يفرق. كثيرا لا يفرق بين لا يفرق لا يفرق بين الألوان، هذا أخضر هذا أسمر هذا أزرق هذا برتقالي، لا يفرق، يعتبر الكل الفلسطيني هدفا. فإذا لم يكن المواجهة سد واحد سيخترق بكل سهولة، وهذا ما حدث مع الأسف، وإن شاء الله أنه بتزول عين أمي بإذن الله. الشعب الفلسطيني منتصر بإرادة أبنائه الحديدية وباجتماعهم والتفافهم حول فلسطين التي يؤمنون بها والتي تتسع لهم جميعا. إلى قصيدة جديدة أستاذ حسام، ونريد أن نسمع إلقائك الجميل مرة أخرى، تفضل. تقرأ لك قصيدة جدلية بعنوان براءة إبليس. تفضل. يا ساتر. يا صاحب التاريخ هاك كتابي، واقرأ على الأشهاد كشف حسابي، وتغطى قابيل الخطيئة حاسدا، واسأل عن الأحداث أي غرابي، واسمع لفرعون اللعين مقاله، أنا ربكم لم يخش أي عقابي، والسامري لعجله متعبد فينال من موسى شديد عتابي، واسأل عن الأخدود من حرقوا به، من أشعل النيران بالأخشاب. يا سلام. واتلوا لي يوسف عن مكيدة أخوة ألقوه في جبه بفعل ذئابي، وصليب عيسى أخطأوه بخائن لولاه مزق جلده بحرابي، ومحمد عليه الصلاة والسلام ومحمد قد عارضته جماعة ممن تسمى سادة الأعراب، عثمان يقتل في المدينة صائما والفتنة اقتربت من الأعتاب، صفين ما وجه الحقيقة في الخبر، فيما اقتتال جماعة الأصحاب، وسل الحسين عن الذين تمنعوا عن نصره ما مجمل الأسباب، وأمين والمأمون كيف لقاؤهم، هارون قسمها بصوت عذابي. لا تشغل التاريخ، لا تشغل التاريخ، واسأل حاضرا، أتخاف أن لا تهتدي لجوابي. القدس دنسها يهود فاكتفينا بالخطاب وصحة الإعراب، بغداد يحكمها المجوس بمكرهم، والأمر فيها صار للأذناب. واقرأ على اليمنين وحدة أرضها، واذكر تفرقهم ببضع شعاب، واسأل عن السودان كيف تقسمت، أعلى الشمال أم الجنوب عتابي، ولتونس الخضراء بضع مسائل قد أرهقتها لعبة الأعصاب، مصر العروبة ما دهاها لا تسل عن ثورة التعليق والإعجاب، والشام تطعنها الخناجر بينما الجولان خنجرها أسير قرابي، والأرز في لبنان جفف فعلهم عرى عن الأمطار كل سحاب، وعقول بعض العرب في أدبارهم ورجولة في مسلك الإنجاب. يا الله. ونقول إبليس اللعين يضلنا، أيغرر الملعون بالكذاب، إبليس صارح ربه بعنادي واستمهل المولى ليوم حسابي، والعابثون تستروا في دينهم قد آل موئلهم لدرب خرابي، إبليس غادر عرشه متبسما فبنيه قد ولدوا بلا إنجاب، إبليس قد ظلموك حين تعوذوا بالله منك قبيل كل إخطاء. وسلامتك. تحفظي على البيت الأخير فقط، أما ما سبقه ف فيه معالجة للواقع من روح عربي منزعج، عربي مذبوح، عربي يتألم، من روح عربي يريد للأمة أن تتوحد على هدفها النبيل لتعود أمة ذات مجد وسؤدد. أحسنت كثيرا شاعرنا حسام غنام. إذا أردت أن تتحدث عن فكرة المسميات، بمعنى تغيير الأسماء، اسم مدينة، اسم شارع، كما يعني يفعل الاحتلال بشكل دائم من أجل السطو على التاريخ وتزييف الوعي يعني لدى الجمهور، إلى أي مدى ترى أن هذه الأفكار ناجحة، أم أنك تراها فاشلة، أم أن لك رؤية مختلفة في هذا الموضوع؟ هو الاحتلال
الاحتلال يعني تقريبا غير معظم مسميات الشوارع في الداخل المحتل 48، والمدن معظم أيضا. المدن والشوارع وكل والقرى والأحياء، لكن مع الأسف يعني ما زالت الأسماء الأصلية دارجة على لسان أبناء شعبنا في الداخل المحتل. نعم. يعني لا يمكن أن يكون لك شارع، أنا آسف يعني بدي أحكي كلمات عبرية هون، يعني شارع كذا كذا لا يمكن يكون لك، بقول لك الاسم الدار، شارع صلاح الدين، شارع عكا، شارع، الناس حافظين الأسامي وبورثوها تلقائيا مع الخطاب مع أبنائهم، بتورثوا الأبناء نفس اسم الشارع واسم القرية واسم المدينة. يعني حاول كثيرا كثيرا ولكن على الفاضي. يا سلام، لا يمكن انتزاع شيء أصيل في هذه البلاد. لا يمكن انتزاع شيء أصيل من هذه البلاد. هل الفلسطيني فيه شيء من شجرة الزيتون أيضا؟ هل يشبهها؟ الفلسطيني زرع شجرة الزيتون، أو قبل ما يزرع شجرة الزيتون ورث الزيتون الروماني. تخيل زيتون روماني عمره أكثر من 2000 سنة، فلسطيني ورثه من الرومان وحافظ عليه، فهل سيؤديه يعني للاحتلال؟ إنه فلسطيني زرع الزيتون بدمه، بعرق جبينه، بتعبه. يا سلام، لا يمكن، يعني هو منح الأرض حياة ومنح الزيتون حياة بالأرض، الله أكبر. فلا يمكن إنه وما أحسن يفكر. قول درويش حينما قال: لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا. نعم، خذنا إلى قصيدة جديدة مما تحب أن نسمعه منك الآن مرة ثانية أستاذ حسام، ولك أن تقرأ علينا الموضوع الذي تحب في البحر الذي تحب، تفضل. في موضوع الحب والحرب، أدرك من الشفتين قبلة عاشق، هي هدنة قد سيرت للعاشقين، واخطف من الحرب استراحة فارس، وانعش فؤادك من عطور الياسمين، يا سلام، واهمس لقلبك قد أعود وربما أمضي لعرسي في دروب الفائزين، إن عدت نمضي للحياة وإن صعدت إلى السماء فقبلي مني الجبين. قاوم قاوم فإن المجد يأتي مرة، إن فات نمسي في صفوف النادمين، ازرع ازرع بأجساد العدو رصاصة والتسع فازرع في صدور الخائنين. يا سلام، قاوم قاوم بما ملكت يمينك من سلاح وانتفض في وجه كل الغاصبين، كل الطبيعة سخرت فاظفر بها حجرا وسكينا وغصنا لا يلين، انحر خنازيرا تجدل ذيلها في كل حنجرة لهم فازرعين، أو خذ أو خذ من الأرض الحجارة مدفعا واقذف بما أوتيت من حجر وطين، لا تنحني لا تنحني فحجارة الأرض ارتقت لتصير سجيلا بكف الثائرين، لا تنحني فحجارة الأرض ارتقت لتصير سجيلا بكف الثائرين، لتصير سجيلا بكف الثائرين. وحتما النصر للثائر صاحب القضية الحية التي لن تموت. قبل ما نخرج إلى فاصل أريد منك أن تحدثني قليلا عن رام الله وسر هذه المدينة المسكون في جمال كل قصيدة لشاعر يسكنها. هي رام الله، بعيدا عن البعد السياسي لرام الله، رام الله مجمع على الضفة كلها. نعم، تجدها خليط من كل الضفة وحتى غزة والبعض من الداخل، يعني هي خليط شامل، هناك ترى كل الثقافات تجتمع من الشمال إلى الجنوب. رام الله دينامو فلسطين، لذلك أنت عندما تعمل في رام الله لا تستطيع إلا أن تكون منسجم مع كل الثقافات الفلسطينية إن كنت ستتعايش مع رام الله. إذن هي تشبه أيضا الشاهد التاريخي والجامع التاريخي للكل الفلسطيني، والدليل الحي على أن فلسطين بكل مكوناتها بكل ثقافاتها
لا تقبل إلا أن تستعيد هذا الحق. ورام الله نموذج مصغر عن فلسطين التاريخية التي تستوعب أبنائها كل أبنائها. أحسنت أستاذ حسام، نسأل الله أن يحفظ الوطن الفلسطيني، كل الوطن، وكذلك الوطن العربي وكل مسلم في أنحاء المعمورة، وكل حر يحترم حق الآخر ويسعى إلى كشف الظلم عنه. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سنخرج أيضا هذه المرة إلى فاصل قصير ومن ثم نتابع. أرجو أن تتفضلوا معنا أعزائنا المشاهدين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا من رام الله في فلسطين الشاعر حسام غنام. أهلا بك من جديد أستاذ حسام. من جنين. من جنين، من رام الله، من القدس، ولا فرق بين جنين ولا نفرق. من جنين، جنين الثورة، جنين العصية على الانكسار، جنين التي يعني يتتلمذ على أبوابها يعني كل مشاهد العز والبطولة والفداء، جنين التي تأبى إلا أن تقدم نموذج كبرياء فلسطين، كل فلسطين، بالرغم يعني سطوة الاحتلال وغطرسته المتواصلة، إلا أنها ستبقى شوكة في حلق هذا الاحتلال ولن تتزحزح حتى يعني تكنسه من كل فلسطين، هي وغزة والكل. وهذه حقيقة لا مجاملة فيها ولا تنازل عنها. قبل الحديث عن جنين التي تحب وتنتمي إليها، أريد أن تتحدث عن فكرة المبدأ للشاعر الفلسطيني والعربي تجاه القضية الكبرى، ألا وهي قضية فلسطين. على الشاعر ألا تغيب القضية عن بعض نصوصه إن لم يكن في أغلبها. رأيك في هذه المسألة؟ كشاعر يجب أن يكون عنده انتماء وطني، يعني أو انتماء الضمير الوطني يجب أن يتخلد عنده. أنا أتحدث عن الفلسطينيين طبعا، سواء فلسطيني عربي، يعني فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدها، أكيد. وإن كان كل يحاول أن يمهد لهذا الموضوع، لكن هذا غير صحيح. نحن امتدادنا عربي، شاء من شاء وأبى من أبى. دون العمق العربي نحن لا شيء، نحن نفعل الشيء ولكن نحن بحاجة لعمقنا العربي. عظيم. حتى لو كان مجرد وقوف معنا بالمشاعر فهذا يكفي بالدعاء حاليا، لأن كلنا نعلم الوضع. الشاعر يجب أن ينتمي لقضيته، وهذه القضية ليست مجرد قضية إنسانية أو قضية دينية، هي قضية يدفع فيها دم. إذا لم تحرك الوطن فليحرك الدم على الأقل، فليحرك الآهات، صرخات الأمهات، السكالة، اليتامى، هذه كلها يجب أن تحرك الشعراء، يجب أن تحرك الكتاب. فعلا كثيرا ما أنظر إلى شعراء القديمين كانت القصيدة تحرك ثورة. نعم. اليوم مع الأسف يحاولون، طبعا لا أضع كل الحق على الشعراء، لأنه معظم المنصات تحاول أن تبسط الأمور، وهي المشكلة، أن تخرج القضايا الكبرى من جوهرها، أن تستدرج الشعراء والمثقفين إلى قضايا مصمتة، إلى قضايا مائعة، إلى قضايا عادية، وربما تجعلهم ينشغلون عن القضايا الأم والعظيمة التي ينبغي أن يسخروا من أجلها أقلامهم. إلى قصيدة جديدة الآن أستاذ حسام، تفضل. يعني الشاعر الفلسطيني، نعم، والفلسطيني بشكل عام يبحث عن الحياة كما قلنا سابقا. نحن لسنا هواة حرب ولسنا هواة موت. صحيح. لا نبحث عن الحرب أو الموت، لكن إن فرض علينا كنا لها. لذلك سأقرأ قصيدة، ما أعرف شو رأيك في الشعر التفعيلي، ربما تحبذ. تعالي تعالي أحبك 6 دقائق ستكفي، إذا ما علمت بأني الأخير المسافر في الموت،
إذا ما علمت بأن الأخير المسافر للموت في الذات بعد احترامي. يا سلام. 30 ثانية ثم أمضي، 30 ثانية لا أراني، بيتة صمت أدور بعكس اتجاه العقارب يا سلام عليك. ثم أغني. ل60 باقية أختفي حين صار المدار دموعك تغسلني من خطايا التحلل على وقع خطوك في البحث عني. أنظم إيقاع موتي، أصلي على رقعة من غيابي، وأصفع خد البقاء استباقا لآخر ثانية من هوانا على وقع خطوك. أعرق ذاتي لأعصر من مكرمات الإله نبيها، فأثمل دوني وأسقط مني، أخلص روحي لأنجو، فما من شبيه يقتل دوني، ولكن كفاك كان صليبا وكنت المسيح المكفل. أحبك، أحبك 7 دقائق أخرى، فلم تأكل الطير من رأس قلبي، وخابت نبوءة 7 عجاف ولم أسق ربي، فقافلة العائدين توارت، وغاب الصواع برحل أخي، ولم يبق إلا قميصك، ألقيه حالا ليهطل فوق عيوني ويحجب عن ناظري اقتيادي لقبو المكيدة باسم الخلاص، فأصبو لنار الخطيئة لولا قميصك أطفاق، إذ أتاني رسولا مبلل. دمشقية في العواصم أنت، وكل المدائن بعدك تقليد أعمى، أقيمت على شاهد من رمال التصحر يغرقها المد حينا، وفي الجزر مأوى النوارس تغدو، ويغزو الجراد الممرات في السوق حيث البضائع تلقى، فكل المدائن سكلى ووحدك أصل العواصم أنت. الله. دمشقية فيك أتلو صلاتي، ولي في دمشق حديث مؤجل توقفت أجثو على ركبتي لأجدو، لقد تم فيك انصهار المكمل، خرجت إلى الموت أسحب ظلي، فلا ظل للوارثين الخطايا، ولا موتى للوارثين الوصايا، فنيت ليبقى حضوري بروحك أجمل. وسلامتكم. ما أجمل هذا الأداء، ما أجمل هذه القصيدة، وما أرقها وأرقاها من تفعيلة. أستاذ حسام، أخذتنا إلى عوالم شتى من وجدانيات عالية تستحق أن يستمع إليها بكل تقدير واحترام، أحسنت كثيرا. الآن سأطرح عليك حسام 5 مفردات، وأريد أن تعطيني يعني رؤيتك عن كل مفردة بشكل حر، بعيدا عن التعريفات الدارجة لهذه المفردات. أريد أن تلخص لي كل مفردة بجملة بسيطة تمثلك أنت. اتفقنا؟ الرصاصة. الحب يا صغيرتي أن تحفظي رصاصة لتزرعيها في فؤادي إن أنا خبت الوطن. الدمعة. الدمعة هي نار الأمهات. الليل. أنا والليل نقتسم الشراب إذا ما البدر في الظلمات غاب. السجن. سبح على زرد السلاسل وافترش كل الخيام، موليا وجه الحقيقة شطر آخر معتقد، لا معتقلات باقية بإذن الله. الأمل. الأمل بالله دائما. يا سلام. والأمل هو الجندي الذي يحارب معنا ويدفعنا للأمام دائما بإذن الله. يا سلام يا سلام، جميل جدا هذا المشهد، جميلة جدا هذه التعريفات التي تخرج بكل يعني أريحية من قلب فلسطيني حر. بغداد والعراق والألم الذي سببه احتلال بغيض في عام 2003، وتعلم الاحتلال الأمريكي
الذي يعني جاء على ما ليس له الحق بأن يأتي عليه، إنما هو مماثل للاحتلال الذي يعانيه الشعب الفلسطيني منذ أزيد من 70 عاما، وبغداد أخت القدس في المعاناة. نحن أشقاء في المعاناة، متى سنكون أشقاء بالسعادة باعتقادك؟ أو كيف الطريق حتى نصبح أشقاء بالسعادة؟ ما الذي نحتاج إليه لننتقل من فكرة أشقاء بالألم إلى أشقاء بالأمل؟ والله الأمل دائما موجود، لكن فتحت جرح كبير يا أستاذ مصطفى. يعني سقوط بغداد ربما يعني يمكن ثاني أقسى شيء بعد احتلال فلسطين بالنسبة لنا خاصة كفلسطينيين. صدقت. ونحن لا نقول سقطت بغداد، ولكن احتيل على بغداد لتسقط. أحسنت. ويوما ما بإذن الله يعني شواهد الشهداء العراقيين اللي في على أبواب جنين دليل أنه في يوم من إن شاء الله سيعودون، وكما حرروا جنين أول مرة سيشاركون بالتحرير بإذن الله بعد تحرير العراق وبغداد. أحسنت، أحسنت كثيرا. فعلا كل القضايا الحرة تبدأ من رجال يؤمنون بها، وبالتالي يستعيدونها ويعيدون إليها الحرية ويستردون حريتهم التي يستحقونها. الوقت يداهمنا يا حسام، وعلى ما يبدو أننا الآن سنذهب إلى القصيدة الختامية في هذه الحلقة. ترى ماذا ستقرأ علينا مسك ختام لهذه الحلقة من بيت القصيدة؟ تفضل أستاذ حسام. سأقرأ رسالة إلى عيسى بن مريم. تفضل. تكسرت الرماح على الصليب، وتاه الحق في شك المغيب. أيا ابن المريمية قم، فإنا صلبنا اليوم في ماض جليب. أضعنا شمعة الميلاد شركا، ووقع الصوت يصفع كاللهيب. وأجرى رأس الكنائس في سكون ينادي في الفضاء، هل من مجيب؟ يا سلام عليك. فما لب الأذان، فما لب النداء سوى أذان من الأقصى إلى المهد السليب. تفرقنا، تفرقنا على الأبواب مكرا، نرد العين عن نصر مهيب. صلاة الخوف صلينا جزافا، وجاهدنا بساحات القريب. تيممنا بأشلاء الضحايا، وصلينا السلام مع الغريب. جمعنا الفرض ندعو للتآخي، وأمنا بآهات النحيب. كفرنا، كفرنا حين كفرنا أخانا، وكل صاح أحمد يا حبيبي. سقطنا، سقطنا يا ابن مريم في المعالي، وآل الجمع للفعل المعيب. تنزل صلي في الأقصى إماما، فما للداعي هذا من طبيبي. تنزل صلي في الأقصى إماما، فما للداعي هذا من طبيبي. لعل هذا الأمل وهذه البشارة تتحقق، ونسأل الله لكل أوطاننا المجد والسؤدد والرفعة التي نستحقها مجتمعين. رسائل عاجلة وخالدة تسجل عليك يا حسام. الرسالة الأولى إلى غزة، وباختصار ماذا تقول؟ اللهم ثبتهم وأجرهم بإذن الله وانصرهم إن شاء الله. الرسالة الثانية إلى جنين وطول كرم ومخيم نور شمس، ماذا تقول؟ بداية رحم الله شهداء المساء في نور شمس وفي جنين وصامدون بإذن الله. هم ليسوا جنين، ليست شوكة، طول كرم ليست شوكة، هي خنجر. أحسنت. بصراحة الشوكة تكسر ولكن الخنجر لا يكسر. حتما، وهذه حقيقة لا مجاز. الرسالة الثالثة إلى فلسطين، كل فلسطين وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ماذا تقول؟ بدي أرد عليك أقول لك في عيوني ألف قصة ليس ترويها القصائد. كلما أغمضت عيني زارني طيف يعاند، فأراني ناسكا فيها وعابد،
وأمامي فارس يدعى صلاح الدين للفرسان قائد. يا سلام. نور فجر، نور فجر في سماء شمسها ألقت شعاعا في الدجى، خطت حروفا رددتها الروح عشقا. إنني يا قدس عائد، إنني يا قدس عائد. إنني يا قدس عائد، حتما هذه يعني بشارة ووعد إلهي، والوعد الإلهي يعني تام التحقق ولا مناص من حقيقته. قد يستغرب والرسالة البعض، الختامية إلى الأمة العربية والإسلامية من أجل فلسطين أولى القبلتين، ماذا تقول في الختام؟ سنحاسب وستحاسب، فافعلوا ما يرضي ضميركم. أستاذ حسام غنام، الشعر الفلسطيني الجميل من جنين هناك في الضفة الحية في وجدان الكل الفلسطيني، من فلسطين الحرة بإذن الله. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تود أن تقول إذا أردت أن تضيف شيئا على عجالة؟ كل الحب لك أستاذ مصطفى، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة والكريمة ولقناة الرافدين ولجميع المستمعين والمشاهدين. ولكن سأختم بكلمة بسيطة. تفضل. قلت لولدي إسرائيل احتلت بلدي، فأجاب: أتكذب يا أبتي؟ ليس لإسرائيل مقام في قاموسي أو في لغتي. والسلام قدام. شكرا لك العزيز حسام على هذه الرسالة الختامية التي تترجم حقيقة الواقع في فلسطين وتثبت أحقية تاريخية لأبناء فلسطين، وأنهم هم أصحاب الأرض لا الأعداء الدخلاء الذين سيكنسون حتما. سعدنا بك، دمت بخير دائما. كل التحية أستاذ مصطفى لك ولجميع طاقم الإعداد ولجميع المشاهدين والمستمعين، وتشرف بأن أكون معكم. ورمضان كريم، وكل عام وسائر فلسطين بألف خير وأمتنا العربية والإسلامية. اللهم آمين. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. ظلوا دائما في أمان الله. إلى اللقاء.